هذه العملية تأتي طبعا بعد العمليتين الكبيرتين التي عرفها الوطن في ليلة القدر المباركة في رمضان المنصرم، وفي أيضا في على مستوى بمناسبة عيد الاستقلال والشباب في 25 جويلية. لكن التسليمات بصفة عامة هي منتظمة منذ بداية السنة. نعم. أذكر أن العدد الإجمالي بهذه العملية بعملية أول نوفمبر يبلغ الآن حوالي 295 ألف نعم. إعانة وسكن سلم المواطنين. نعم سي نصري.